خير إن شاء الله. شوفي يا أولاد، نحن اليوم ها؟ أنا كان بدي إيه كيران ابني، احكي قول. شوفي يعني ليش مكتئب كيران ابني؟ خالتي اليوم نحن اجينا كلياتنا مشان المطعم. نحن رح نضل نشتغل عندك عطول مشان هالمطعم يضل يكبر ويزدهر، ونحن قطعنا وعد على حالنا انه رح نحقق حلمه للسيد جيل. الله يبارك فيكن ويخليكن، يا ربي دخيلك تحمي لي اياهن وتحفظ لي اياهن كلياتهم من كل مكروه يا رب. كيران ابني يلا امسك امسك، تفضل يلا ابني. أنا ماما. خير شوفي ابني. أنا كيران ابني في شي لا سمح الله؟ ماما لا تخافي كل شي بخير، لكني رح وقع. ألف حمد وشكر لك يا رب العالمين. صدقوني يا أولاد هذا اليوم هو أحلى يوم بحياتي كلها. يلا عم بوفان، هالمناسبة الحلوة صار بدها حلو. مثل ما بتعرف صرنا زمان كتير ما انبسطنا وفرحنا. وانت هابي سينج، لا تفكر لي حالك هاليوم رح تنفضنا للاحتفال الكبير، ماشي؟ يلا تفضل روح على مطبخك وحضر لنا أطيب أكل مشان هالمناسبة الحلوة هاي. شو؟ الختيارة نقلت المطعم وسجلته باسم كيران؟ ومو بس هيك استاذ، كاتي كمان لساتها موجودة وبالظاهر ما أنا ناوية إنها تمشي. بعتقد صار الوقت لروح لعندهم وأعمل لهم زيارة. يلا دوقوا طبخي واحكموا. سيد كيران حضرت لك هالطبق خصوصي لك، فاصوليا صفرا ان شاء الله تعجبك. شو اللي عم يصير هابي سينج؟ الاستاذ كيران ما صار له مدير المطعم غير يوم، وانت حضرتك من هلا بلشت تمسح جوخ؟ شو صاير ماما؟ انت ليش هيك عم تبكي؟ ولا شيء ابني، ما في شيء. بس انا لما بشوف ولادي حوالي هيك مجتمعين أنا بتأثر كتير. لو تعرفوا بشو ذكرتوني، جمعتكن هيك ذكرتني بالسيد جيل، ولو بيعرف هالمطعم راح للي بيستحقه كان انبسط كتير. رح أعترف لك بشي ابني، أنا فعلا حاسة إني محظوظة كتير لأنه الله بعت لي إياك. وأنا بأكد على كلامك. الأهل المحظوظين عندهم ولد مثل كيران. مرحبا يا بنت حماي. لا معقول ما عرفتيني؟ أنا بكون في جي ميرا. أنا في إيم. أنت لك انت ما بتستحي على حالك ابدا لحتى تدخل عبيتي؟ ليش هيك عم تحكي يا بنت حماي؟ انت بتكرهيني بعرف هالشي. بس ليكك ما شاء الله بتحبي ابني كتير كأنه ابنك وزيادة. شو؟ شو؟ شو اللي عم تقوله؟ انا مقدر غضبك هاد، انت ماني غلطانة ابدا.
ابني كرام ما عرف عن حاله، أو يمكن ما صار له فرصة، هو هيك خجول كتير. إيه؟ بقلك مين هو؟ كاران هو الوريث الوحيد لإمبراطورية فيجاي ميهرا، أو الأصح إنه هذا ابني كاران ميهرا. كاران ابني؟ صحيح الحكي؟ ماما أنا ماما نحنا ماما بدي أقول الحقيقة أنا. إن شاء الله ألف مبروك ابني، لأنه هالمهمة اللي بعتك من شانها اتنفذت بأفضل طريقة ممكنة. أخيراً مطعم صار مسجل باسمك أنت. اليوم أنت فعلاً أثبتت للكل أنك ولد ذكي وأنك ابن أبوك. ما توقعتك تنفذ اللي قلت لك عليه بالحرف وتنجح بكسب ثقة خالتك. واضح كتير أنه أنت والبنات تعاونتوا منيح على هالشي. لا ماما، هو عم يكذب ماما، مو هيك الموضوع. الموضوع مو هيك، مو هيك أبدا. لا كاران، بحياتك لا تخلي عواطفك توقف طريق شغلك. يلا إلا لهالمرأة إنه تطلع من هون. خالتي خالتي، هالكلام كله ما نو صحيح. خالتي والله كاران ما كان عنده هيك نية ابدا. هالحكي كله كذب. هالحكي مو صحيح، هالزلمة عم يكذب عليكي. بترجاكي ديري بالك ولا تصدقيه. خلصوا، حاجة تحكوا معي. اطلعوا لبرا، اطلعوا، روحوا من وشي هلا، اطلعوا لبرا. يلا ابني، انت عملت اللي عليك اليوم، لا تطول هون. بترجاكي افتحي الباب ماما. والله في جي ميهرة هو بس ابي بالاسم ماما، اقسم لك بالله صدقيني ما لي اي علاقه بهالشي. انا ماما انا والله ما بتجرأ حتى اني فكر اذيكي. ساعدوني، بترجاكم تساعدوني اشرح لها ماما. خالي نحن كل النجاح يلي فيه بسببك انت. اوعك تفكري انه نحن بنقدر ناذيكي. نحن وحتى سيد كاران خبينا هالشي عنك لمصلحتك، لانه والله خايفين على صحتك. ايه خالي، لانه الدكتور وصانا انه ما نخليكي تتوتري. مشان الله افتحي الباب. كاتي احكي معه. خالتي خالتي خالتي، نحن لوقت اللي كنتي فيه بالمستشفى ما كنا بنعرف شي، وكاران كان بده يخبرك الحقيقة بس ما خبرك لأنه كان خايف على صحتك. خالتي بترجاكي سامحينا وافتحي. ماما صدقيني أنا مو مثل أبي أبدا، وحتى أنا بكرهه كتير كمان. صدقيني هربت من عنده لأنه بكره طريقة شغله، بس بعد ما شفتك عرفت حب الأم. ماما أنا بحبك كتير، بترجاكي لا تخليني أبعد عنك. ما بقدر ماما، ابنك مستحيل يفكر يأذيكي. ماما أنا بترجاكي افتحي الباب وحاكيني. خالتي هالمطعم وهالمكان كله إلك أنت خالتي، ورح يضل دائما. ايه ماما نحن ما بدنا شيء، بترجاكي افتحي الباب بقى ماما، بترجاكي اسمعي ابنك، بترجاكي افتحي. عمي 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 انت اكيد مصدقنا ما هيك؟ عمي عمي بترجاك تحاول تفهمها. ايه بنتي ايه انا مصدقكم، بس نحن ما فينا نعمل شيء هلا. اللي صار كان صعب عليها كتير. ماما ماما Ah
ماما ماما شو يعني إذا مو أنت اللي ولدتيني؟ أنا ولد من صغر وفقد أمه. بترجاكي إنه ترجعي تحاولي تسامحيني وتعتبريني مثل ابنك الحقيقي. كل شي صار معنا ما كان مقصود. بكفيك بكفيك، أنت واحد كذاب لأنه كان فيك تحكي لي كل شي بس خبيت علي، وأنا ما رح سامحك أبدا. أنا الحق علي وسقط فيك بدون ما أشوف الشر المتأصل بعيلتك. أنت أجيت لهون لتدمرني مثل أبوك وهي كانت مهمتك. لا أنت أجيت مشان تأخذ مني كل شيء، ما هيك؟ لا عن جد يا هيك الأولاد يا أم بلا، إنجازك هاد بيشرف عيلتك وأبوك معه حق يشوف حاله. قلت لحالك وحدي ختيارة وما في أسهل علي من أنه أخدعك. لك أنت واحد غدار ما عندك قلب ولا إنسانية أبداً. أنت استغليت ثقتي وأثبتت أنك وحش ابن وحش لأنه أبوك طول عمره كان هيك. أبوك كان واحد غدار وأنت ماشي على نفس النهج. وأنتو ها؟ نسيتوا كل شيء؟ الخبز والملح والعشرة؟ ضبيتكن من الشارع، جيتوا لهون يائسين ومشردين بس أنا عطيتكن مأوى وساعدتكن، وأنتو هيك بتطعنوني بالظهر؟ عم بوفان بتفهم لي اياهن انه من هلا لبكره ما بدي اشوف وش ولا حدا من هالخوني عندي بالبيت هون. ليك قديشني عن جد وحده غبيه، كيف نسيت هالمكان؟ هالمكان ما بقى بيعني لي شيء، وهالمكان اللي رباني ما عاد إلي. ماشي بعد هلأ مالي قاعدة هون، رح ضب أغراضي واطلع من هالبيت. عم بوفان يلا امشي، صار لازم نروح، ما بدي ضل هون ولا دقيقة. على مهلك، هالمكان هاد إلك انتي ورح يضل إلك انتي. أنا بعتذر، أنا اللي رايح ضب أغراضي وأمشي من هون. خالتي نحن الكل رايحين، خالتي هالمكان هون رح يضل ملكك انتي على طول، سامحينا خالتي. أنا الحق علي وسقط فيك بدون ما أشوف الشر المتأصل بعيلتي. أنت أجيت لهون لتدمرني مثل أبوك وهي كانت مهمتك. أنت أجيت مشان تأخذ مني كل شيء، ما هيك؟ أنت استغليت ثقتي وأثبتت أنك وحش ابن وحش لأنه أبوك طول عمره كان هيك. أبوك كان واحد غدار وأنت ماشي على نفس النهج. كان شعور حلو، ما في أحلى من أنه كل واحد يأخذ اللي بيستحقه، ولا أحلى أنه أنا اللي أعطيه. مزاجك صعب بس ما في أحلى منك لما بتكون رايق. أنا آسفة كتير إذا عكرتك. خلص حبيبتي انسي، هالمرة أزيناها أكتر بكتير من أي وقت مضى. لكان أكيد هالشي صار لازم له احتفال.
بعرف انك رخيص وواطي، بس كنت ناطرة اتأكد. السيد فيجاي ميهرا العظيم والمهم وملك الملوك، برا هيك بينادولك ما؟ انا سمعت عن علاقاتك، وبالاخص عن علاقاتك مع الموظفات، بس ما تخيلت اني امسكك مع هالسافلة الواطية. بس اطمن، ولدناتك هي ما بقى تهمني ابدا حبيبي، عن جد. بس اليوم غلطتك ما رح تمرق، بتحضر شيك بمبلغ كبير وبيجي المحامي بياخده، ممكن باي لحظة يمرق المحامي. خليك جاهز في جي. سيد كاران، إذا بتسمح لي أقول لك شيء، أنا رأيي بما أنه ما لقينا مكان نضل فيه بعد اللي صار، فينا نروح هون لعند عمي إذا ما عندك مانع. شبك هابي سينج؟ من وين لوين طلع لك عم هيك فجأة؟ مدام فيجاي ميهرا؟ خير بقى، شو بدك هلأ؟ ما بدي شيء، بدي شوف شو بدكن انتو. مع كل ذكائك وثقتك بنفسك ما قدرتي تتغلبي على زوجي، وبالرغم من انه حاولوا يساعدوكي بكل الطرق، بس انتي خسرتي معركتك الحاسمة. مشيوا معك خطوة بخطوة للأخير، ومع هيك ما نجحتي. شو؟ قليلي هلأ شو رح تعملي؟ هاي رجعتي للمربع الأول، صرتي ضعيفة وأنا مستغربة ليش؟ أو استسلمتي؟ ذكرتيني بحالتك هداك اليوم لما طردك زوجي من الجنة الاستوائية، وهي صاحبة المطعم عملت فيكي نفس الشي وقلعتك، كأنه التاريخ عم يعيد نفسه. وهالحالة مستمرة كاتي، طول ما نو فيجاي ميهرة موجود بحياتكن تأكدوا انه الحظ السيء ما بيترككن، ولا حتى فيجاي رح يتوانى لحظة عن الأذية. أنا حذرتك بوقت من الأوقات، قلتلك خليك بعيدة عنه وعن الجنة الاستوائية وعن كاران،
أنا اليوم تركته لفي جي مهرة. شو؟ وهلأ يلا تعالي معي كاتي. لحظة، كيف عرفتي إنه كان في حدا بكل خطوة عم يساعدني مع إنه أنتي ما حدا حكالك شي؟ كيف عرفتي لحالك؟ أنتي المخبرة؟ وأنتي كنتي عم تساعدينا؟ عم تتجسسي على أبي؟